السلام عليكم. اليوم رح نحكي عن تطبيق جديد لإدارة متجني والتحكم بكل الوظائف تبعه ابتداء. معلومات المتجني، عدد الطيور، عدد الوفيات، عمر الدجاج، عمر الكوماس، استهلاك الماء، استهلاك العلف، متوسط الوفيات اليومية، متوسط استهلاك الماء، متوسط استهلاك العلف، بالإضافة إلى التحكم بالحرارة والرطوبة عن طريق تشغيل المراوح، والتحكم بفتحات التهوية عن طريق إغلاقها وفتحها بنسب معينة، والتحكم بالرطوبة عن طريق مضخات ماء تقوم بترطيب الهواء الداخل إلى المتجنة. الشاشة الرئيسية على الشكل التالي، هي عبارة عن شكل المتجنة من الأعلى. عندنا في هون 3 فتحات للتهوية تسمى فولبات. عندنا فولبة يمين، فولبة خلفية، فولبة يسار، وفي عندنا فتحات في الأعلى من بداية المتجنة إلى نهايتها تسمى بفلات. عندنا بفلات على طرف اليمين وبفلات على طرف اليسار، وفي عندنا مراوح للتهوية 16 مروحة، هاي المراوح الأساسية. في عندنا 4 مراوح سقفية متوزعة بهالشكل، وعندنا 6 مراوح، 3 مراوح يمين من الأسفل و3 مراوح يسار من الأسفل. في عندنا هون عدد الدجاج الموجود حاليا، هون عمر الدجاج، هون عنا سيلويات العلف، في عنا سيلويين، هون وزن العلف في السيلو الأول، وزن العلف في السيلو الثاني، هون عنا استهلاك العلف من بداية افتتاح هذا الكوماس، هون استهلاك الماء بالمتر المكعب من بداية افتتاح الكوماس، هون الحرارة المطلوبة، هون الحرارة الحالية، وهي عمليا في عنا 6 حساسات حرارة. بناخذ متوسط تبعهم، بنجمع القيم كلها ونقسمها على 6، بتنحط القيمة هون. هون عندنا اسم الكوماس، هون عندنا نسب فتح الفتحات الفولبات، هدول الفولبات اليمين الفولبة اليسار، النسبة الفتح الحالية 0%، هاي الفولبة الخلفية كمان نسبة الفتح 0%، هدول البفلات اليمين واليسار اللي هنن هدول كمان حاليا 0%، هاي نسبة الإضاءة، تاريخ الساعة، وهذا الضوء بيشعل في حال في وجود إنذار. عنا هون الرطوبة الموجودة ضمن الكوماس، وهي الرطوبة الخارجية، وهون الحرارة الخارجية. هالمربعين هدول بحددوا لنا السيلويات الخارجية ايش قد ممتلئة. فعنا السيلو مثلا بس 10 طن، ببين عنا تلته ملان أو نصه أو 3/4 إلى آخره. في حال العلف صار يدخل للمتجنة، هذا البوري بتحرك، بين عنا انه حاليا عم دخل علف، وهذا الانذار مختص بهذا الموضوع نحكي عنه بعده. حتى ندخل على الاعدادات نحتاج لكلمة سر. في عنا مستويين لكلمة السر، كلمة سر خاصة بإدارة المتجنة، وكلمة سر خاصة بموضوع البرمجة. عندنا ضبط اعدادات الحساسات والار اس 485 ما ممكن يدخلوا عليهم جماعات المتجني. فاذا دخلنا كلمة السر الخاصة بادارة المتجني بنلاحظ هون بطلب كلمة سر ثانية. نقل البيض حاليا لسه ما انتهى، لذلك مقفل حاليا. في عندنا صفحة الفحص، خلينا نجرب ندخل على كلمة السر الخاصة في المبرمج. في عنا صفحة الفحص، هاي ممكن نفحص فيها كل المخارج الموجودة عنا. عنا هون 16 مروحة ممكن نشغلها بشكل يدوي، المروحة اللي بدنا اياها ونطفيها، مراوح يسارية يمينية، مراوح سقفية. عنا دول فتحات التهوية، فتح اغلاق، اي فتحة ممكن نفتح او نغلقها. عنا هون مضخات الماء، كل فتحة الفتحات البفلات الجانبية فيها مضختين ماء، هدول الفولبات اليسارية، هدول الفولبة اليسارية فيها مضختين مي، والفولبة اليمينية فيها مضختين مي،
والفولة بالخلفية فيها مضخة واحدة بس. عندنا عربات العلف، في عندنا 4 عربات علف، في أمر ذهاب وأمر إياب. عندنا حلزون العلف اللي بدخل العلف لجوات الكوماس، وعندنا هي الإنارة، وهون بنتحكم بقيمة الإنارة. هلا أول شغلة لازم نعملها هي إضافة فوج جديد. نحن وقت بنبدأ في عملية إدخال دجاج جديد بتم تعقيم المدجنة وتنظيف كل شيء وبضيفوا الفوج الجديد. فبندخل من هون بنحط اسم مثلا للفوج، مثلا نيو كوماس، عدد الدجاج فرضا 50,000، عمر الدجاج مثلا 35 يوم، نضغط موافق. هالعملية بتحذف كل البيانات الموجودة سابقا. هلا حاليا صار عندنا 50,000 جيجة، وفيات صفر، عمر الدجاج 5 أسابيع فاصلة واحد، عمر الكوماس 1 يوم، وهي تاريخ إنشاء الكوماس. عندنا هون كمية علف الدجاج، كمية ماء الشرب، عدد وفيات الدجاج الإجمالي من بداية إنشاء الفوج، وهذا المتوسط اليومي.